يقول: ما قولكم في من يقول بأن القتال غير واجب على المسلمين بسبب ضعف قوتهم في هذا الوقت، ويستدلون بعدم محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة؟ هذا هو الذي قلناه في بداية الكلام، إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فإنهم يعذرون في ترك قتالهم إلى وقت يستطيعون فيه، إلى وقت يؤجلونه إلى وقت الاستطاعة، لكن يجب على المسلمين أن لا يبقوا على حالة الضعف، يجب عليهم أن يعدوا العدة ويحسبوا الحساب ويكونون القوة. الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا يجوز للمسلمين أنهم يستسلمون ويبقون على حالهم، بل يعالجون هذا الشيء ويعملون الأسباب التي تمكنهم وتقويهم من جهاد الكفار. نعم.